حطي دي هنا. بسم الله ما شاء الله. وانت هنا. الله، فين الشوربة؟ ما تزوقيني يا ماما، اواني يا ماما. طب بص على الحلاوة، حلاوة دي بلدي ونجاوة، نجاوة. بص على الحلاوة، حلاوة دي بلدي ونجاوة، نجاوة. الله أكبر. يا حبيبي انت لسه ما جسيش ليه؟ ما ايه، هو العريس ده جاي يتجوزك انت ولا يتجوز امك؟ يلا يا بنت التوهية، جهزي اختك وعايزاها زي القمر ليلة 14 يوم طلوعه. عقبال ما افرح بيكوا انتوا كمان يا قادر يا كريم. هروح اشوفك لبس ولا لسه. يلا يا اختي عشان ما تبقاش ليله سودا، البسي وخلصي. يا امينه مش عايزاه، مش عايزاه، ما بحبوش يا امينه. يا حبيبه قلبي ادي نفسك فرصه تعرفيه عشان تقولي عايزاه او مش عايزاه. مش هدي نفسي فرصه يا امينه، قعدت معاه كذا مره وشفته كذا مره وبرده مش بلعاه، نازلني من هنا. يا جماعه الجواز مش بالعافيه. يا حبيبه قلبي الجواز مش بالعافيه، بس ايه المبرر اللي انت هتقوليه لماما ان انت رافضه؟ لازم تقعدي معاه وتعرفيه الاول. مش قاعده معايا يا امينه، انا مش متجوزه الواد الملزق ده. بقول لك ايه، قومي يا حبيبتي خلي الليله السودا دي تعدي على خير، وبعد كده يبقى يحلها حلال. ممكن بقى؟ ايه يا ابو حنفي؟ ايه يا حبيبي متاخر ليه لغايه دلوقتي؟ الناس خلاص على وصول. عمي دي بس يا كيدهم الكرفطه مش راضيه تتربط. خلاص يا اخويا شنو نفسك وخلصني بيها. بقول لك ايه، اما يجوا يتكلموا معاك في المهر والشبكه والمؤخر والحاجات دي، ابقى سيبني انا اللي اتكلم. ويا كيدهم، هو انا ابو العروسه ولا انت؟ انت عايزاهم يقولوا ايه؟ البيت ماشي واحده ست؟ ما هي دي الحقيقه حنفي. بس مش قدام الناس. خلاص يا ابو حنفي، اكتب بقى يافطه على ظهرك وقول انك انت راجل البيت. المره دي هنزلها لك، بس المره الجايه اللي يمكن ابدا. ليه بقى؟ وانا مش راجل البيت؟ يا لهوي يقطعني، راجل البيت الله اكبر عليك، خمسه وخميسه الا راجل البيت؟ ده انت الغضنفر بتاعي، ده انت اللي مدلعني، ده انت اللي مروقني، ده انت اللي مهنيني وساعدني في الدنيا دي كلها. ده انا من غيرك كنت اموت والله العظيم يا حنفي. انا خايفه عليك من العين النهارده. بتغيري عليا يا حبيبتي؟ طبعا يا حبيبي خايفة عليك من العين، ما شاء الله عليك، خمسة وخميس الله أكبر. بس برضو يا حبيبي لو لقيتك مكسوف ومش عارف تكمل الكلام، هخش أنا وخلص الليلة، مفهوم يا حنفي؟ طبعا. الله اكبر، خمسه وخميسه عليكم يا بناتي، خايفه عليكم من الحسد النهارده. الله اكبر. حبيبي يا حنفي، يلا يا جماعه وصلوا. بسم الله ما شاء الله، شد حيلك يا اخويا، شد حيلك. قطع يلا، ربنا معاك. انت يا اخوي معلش اتفرجوا من البلكونه. يلا حبيبي يلا على البلكونه وقفلوها وراك. يلا يا اخوي يلا يلا، انت هو يلا يلا. تقدر تقول لي ايه اللي بيحصل ده؟ هو في ايه؟
هو الواد دماغ في العريس الصغير ده مش قال لك جاي يخطب بنتك النهارده؟ ايوه حصل. طب لما حصل ايه اللي بيحصل ده؟ قول لي بقى، ما كنتش انت والمخفيه اللي ما تسمى اختك متفقين عليا عشان تخلوني مقلسه في الحته وتخلوا له مشتري يتفرج عليا؟ معقوله وانا هعمل مؤامره على بنتي؟ امال ايه اللي بيحصل ده؟ طب اقول لك ايه، عليا النعمه من نعمه ربي تنزل تتصرف مع الحلنبوحه اختك لحسن والله العظيم ثلاثه اصور لك قتيل النهارده، سامعني ولا لا؟ طبعا